بالعيد يا زلمة. بعيد شهداء اليافطه اللي قاعدين نشوفوا فيها نتاع الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره فرع جنيف سويسرا، ما عادش فما رابطه في تونس يا اخي. لا لا، عندنا في جنيف، عندنا في كوالا لامبور، عندنا في ماليزيا، عندنا في اندونيسيا. تحفر القاعه اللوطه تلقى رابطه، تخرج من داركم هكايا تقول صباح الخير صباح الخير عم بشير رابطه، انت يقول لك انا رابطه. رابطه يا شيخ عقليه راه، والله والله برشا عباد خلينها وراق وصحح عقليه عقليه. الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره قلتها 200 الف مليون الف مره، راهي عقليه، راهي ماهيش مجرد اوراق مصحه، مانيش مجرد جمعيه. اللي جمعنا اكبر من الجمعيه، جمعنا اهداف ثوره نحققوها نمشيوا على رواحنا، بدينا باش نحققوا فيها باهي عمليه تتحقق على المدى الطويل. باهي نعرف السؤال في السنه في بالي بيك، فهمتني؟ اي خويا اعطيني انت حسن نيه باش تطهر لي البلاد، فهمتني؟ اعطيني فما ريوس كبار، فهمتني؟ اللي ظاهرين 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 حسبهم. السؤال اللي نحب نختم به اليوم في ذكرى عيد الشهداء، كي تشوفوا فما مسيره قدام المسرح البلدي حركه النهضه، مسيره تنطلق من مساعد محمد علي للجبهه الشعبيه، مسيره على اليمين فيها يعني الاتحاد من اجل تونس، انتم لهنا، التفرق هذا بالنسبه لك انت ما قلقكش معناها كمواطن تونسي؟ نحكي كمواطن تونسي؟ عادي عادي، هذاك كل واحد كيفاش يعني يدافع على الافكار نتاعو. يعني مش يعني يتنجم مثلا واحد عنده مرجعيته شيوعيه يدافع على واحد عنده مرجعيه اسلاميه والاخر يبدا عنده مرجعيه درشنيه يمشي يدافع على الاخر، هذا عادي يعني الاختلاف، اما ما نتصورش يعني نتطور حتى يعني هكايا، بعد كل واحد يشد دوره من غير حد شيء. انا ما نعتبروش انقسام عن هذا في المجتمع، ثم اراء مختلفه بما في ذلك في النظر لقضيه الشهداء وقضيه الجرحى، والمهم بالنسبه لنا نحن هو ان الجميع يتظاهر ويعبر على رايه بشكل معناها سلمي وبشكل حضاري، هذا هو المهم. بالنسبه للجبهه الشعبيه والائتلاف المدني والسياسي، خيرنا باش نحييه اليوم هذا تحت شعار وين حقي؟ وين حقك يا شهيد؟ وين حقك يا جريح؟ وين حقك يا مظلوم؟ وين حقك يا مضطهد؟ وين حقك يا شعب معناها التونسي؟ وهي فرصة باش نقولوا وأنه نحن أوفياء لكل الشهداء، وباش كذلك نعبر وتمسكنا بأهداف الثورة، الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والديمقراطية، وهي فرصة باش نعبر وتمسكنا بضرورة التحقيق فيما تعرض له رفيقنا شكري بالعيد من الاغتيال، وما تعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من اعتداء همجي وكذلك سليانة، وكل الذين تظاهروا العام الفات بمناسبة 9 أبريل 2012. هي فرصة باش نقولوا أنه لا مجال للعنف ولا مجال للإرهاب في تونس الجديدة. دمك اش حرق فيه، شوف دمك قديش احيا عليه، كل مره حبيت تستشعر في الحرق في الناس يعطيك الصحه والله. اوفياء اوفياء لدماء الشهداء، احيا تونس. نتمنوا انهم خلاو العبره من ما وقع في 9 ابريل السنه الماضيه 2012، ولا وقع فيها ارتكبت السلطه خطا فادح بقمع الناس اللي يحتفلوا بهذه الذكرى العزيزه على الشعب التونسي، وقت لا يقع الاحتفال بها الان بصفه موحده، لانه دم الشهداء واحد الشعب التونسي، ما يلزمش تكرر اعمال اي اعمال عنف في هذا، ويلزم احترام دم الشهداء تاع 38 وكذلك ما جاء بعد في جميع الثورات بما فيها الثوره الاخيره.
ولهذا لابد من احترام دم الشهداء اللي لازم يكون هو اللي يوحد الشعب التونسي مش يفرق. والله المفروض ان ذكرك هذه المفروض ان توحد كل التونسيين، لكن خلينا ننظر لها من زاويه ايجابيه، نقول هذا التعدد اللي تعرفه البلاد، والمهم ان المسيرات هذه صارت بطريقه سلميه وحضاريه ولم يقع هناك عنف، هذا ما نسجلوه اليوم. اليوم القوى الديمقراطيه هبطت في صف واحد لاحياء ذكرى 9 ابريل لتقول بانها ستظل وفيه لنضالاتهم وتضحياتهم من اجل اقامه برلمان تونسي ومن اجل السياده الوطنيه. اليوم احنا سنكون اوفياء لهم لشهداء الثوره لاخر من التحق بركب الشهداء الشهيد شكري بالعيد، لنقول باننا زلنا لانقاذ بلادنا وانقاذ المسار الديمقراطي من المخاطر التي تهد في طلعتها العنف. شعارنا اليوم لابد من وضع اليات حقيقيه للتصدي لظاهرة العنف ومن حل كل المجموعات التي تدعم وتمارس العنف. اليوم لا يمكن الحديث على بناء ديمقراطي دون التصدي لهذه الظاهرة. هما المشاركين اليوم عائلات شهداء وجرحى تونس الكبرى، تونس أريانة بن عروس من نوبة. كما تعرفوا نفس التحرك هذا قاعدين نخوضوا فيه عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية قدام الولايات الكل. بطبيعة الحال سجلنا بعض التجاوزات من قبل الوالي سيدي بوزيد، من قبل كذلك بعض الأطراف في القصرين. تحرك ناجح، شعاره المركزي هو ماضون قدما، ماضون قدما في كشف الحقيقة كاملة، ماضون قدما في التصدي لكافة محاولات الإفلات من العقاب، ماضون قدما في التوظيف السيء والمهين للسلطة السياسية اليوم وعلى رأس حركة النهضة لملف شهداء وجرحى الثورة، ماضون قدما لفضح حركة النهضة التي وظفت هذا الملف والتي وعدت شهداء وخانت ونقضت ذلك الوعد، ماضون قدما لمحاسبة جلادي هؤلاء، لمحاسبة مغتصبي أحلام هؤلاء، ماضون قدما في تأسيس تونس جديدة، تونس شعاراتها شعارات ثورية. على كل حال جئنا لنفضح، أي نعم، ما جيناش نحتفلوا، جئنا باش نقولوا أن شعاراتنا لم تتبدل، ربما الأسماء تتبدل، الأطر تتبدل، شعاراتنا هي بيدها المحاسبة، كشف الحقيقة وتعويض أهالي شهداء وجرحى الثورة التونسية. بريء أنا أضع الخطى بدنيا الأمل، أنفض عن نفسي غبار الكسل، أصارع طيارا دعا للملل، أبني أحلامي وأصنع الأمور، أرسم ذاتي وأصلي للكل. أوفياء أوفياء لدماء الشهداء، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. لازم نسالك عليه دربوك عادي خويا، فما حد شيء يتلكشوا برا. اي عليه، احنا واقفين مجموعه من الاصحاب نلم في رواحنا، هذا هو قال لك امشي، قلنا له انا ماشيين، صار سوء تفاهم بسيط، بداوا يضربوا فينا. ما راني ضربه اللي في عينك هذه تو، هي ضربه بوني هذه من الحاكم هذه تو. لاباس الحمد لله لاباس.